جمعت البلديه حضرت على الهمه معاهم جاي درنا في القناطر القناطر درنا في القناطر الطريق ما كانش نديرو حنا بالقناطر. هنا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، رحالنا لا زالت متواصله ومتواجده اليوم في عاصمه الاوراس ولايه باتنا. اليوم الرحال في عمق الولايه، تحديدا في قصر بلزمة التابع لبلدية واد الماء دائرة مروانة، الغائبة عن أدنى شروط الحياة وجميع مواصفات المأساة والمعاناة متواجدة فيها. للتفاصيل تابعوا. احنا المشكل السكان هذه المشتا هذه غاز المدينة، غاز المدينة هذا جا لهنا المشروع ونطلق فيه المخاول خدموا فيه واش خدموا فيه، جهة استفادت وجهة فات عليها الغاز وما استفادتش. صنفوا المنطقة هذه صنفوها من مناطق الظل، احنا فرحنا بصح خرجوا لنا زي لي بروتال صغار هادو خدموهم، الطريق الكبيرة ما خدموهاش، حتى لي بروتال هادو باش تفوتهم تفوتهم بالطريق الكبيرة، الطريق الكبيرة ما كانش. ها الغاز هاي قرعة غاز جبتها ب 120 قلت له علاه 120 قال لك الطريق تاعكم سافا باش مخدومه، قرعه غاز ب 20000 و 100000 تاع الطريق تاع الكراس. حنا نعانيو، طيح واحد مريض قراف نشهدوا له. انا فات لي الغاز 20 متر على الدار ما استفدتش، وجاري بعيد عليا او يمشي. يقولوا باللي الطريق هذه مخدومه وباللي السكان تاع المشتا هذه راهم يخرجوا راهم يمشيو، حنا ما نطالبوا بوالو، نطالبوا باللجنة التحقيق تجي تحقق في المشاكل هذا وهذا ما كان. اذا كان احنا مواطنين من الدرجه الثالثه يقولوا لنا من الدرجه الثالثه ومن الدرجه الرابعه نبقاو نقديو على الحطب وخلاص.